والآن نتابع معكم أهم أخبار المال والأعمال. أخبار اقتصاد وسارة نجيب. سارة، شكرا لكم محمد وليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع حياة كريمة نجح في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية 17. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، أوضحت وزارة التخطيط أن مخصصات المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية ب 52 مركز في نطاق 20 محافظة. بإجمالي مستهدفين بلغ 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%. وأوضحت وزارة التخطيط أن نصيب محافظة الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى وصل إلى 68%، يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين. شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة طوال 9 سنوات، وهذا اتساقا مع خطط الدولة الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس منطقتها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أراضيها. وخلال العام المالي الماضي شهدت اقتصادية قناة السويس العديد من النجاحات في تحقيق استراتيجيتها 2020-2025 بخطواتها المرسومة بدقة في جذب استثمارات متنوعة واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي، منها فضلا عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية. نتائج قياسية غير مسبوقة تسجلها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العقد الأخير، ما يعد تتويجاً لرؤية الرئيس السيسي ونجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الدولة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس. الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، فطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إيرادات قناة السويس بلغت 50 مليار و900 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة 186,900 سفينة خلال تلك السنوات. القناة سجلت أعلى إيرادات خلال عامي 2021-2022 بقيمة 7 مليارات دولار، وهو رقم قياسي بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% مقارنة بالعام المالي السابق. أما عدد السفن العابرة لقناة السويس فقد بلغ 186,900 سفينة خلال السنوات العشر الماضية بواقع 16,600 سفينة عام 2013 و 17,500 سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%. الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس سجلت 11 مليار و100 مليون طن خلال السنوات العشر الماضية بواقع 915 مليون طن عام 2013 و963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%، و999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.
وفي ظل تلك البيانات الرسمية، فإن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً. نجاح ملحوظ حققته القناة جاء نتاجاً للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر للمجرى الملاحي، بداية من مشروع القناة الجديدة مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه. وهكذا أصبحت السنوات القليلة الماضية سنوات فارقة في تاريخ القناة، شاهدة على العديد من التحديات والإنجازات التي حظيت بدعم ومتابعة الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة بتطوير المجرى الملاحي وضرورة الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وخلق قيمة مضافة لمشروعات القناة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، ويتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له هذا العام، حيث محى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 44% لتصل إلى $74.67 للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 64% أيضاً لتصل إلى $70.31 للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالمياً بنسبة 17% لتصل إلى $2.39 للتر، كما تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 41% لتسجل $2.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشف معهد يوروستات عن ثبات معدل البطالة في منطقة اليورو في مايو الماضي، مستقرا عند 6.5% من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له. وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة بالمقارنة من مايو من عام 2022، وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5.9% في مايو بعد 6% في إبريل. وسجلت نسبة البطالة تراجع كبيرا في أوروبا منذ منتصف عام 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كورونا وما واكبها من انكماش تاريخي. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى محمد وليلى. إليكم. شكرا لك يا سارة.